شبكي؟ خالتي بدي تساعديني لو سمحتي. ليكي هداك الرجال عم يلحقني. انتي بتعرفيش؟ خالتي يلا خلينا نروح، هو شخص كتير سيء، لو سمحتي انقذيني منه. يلا خالتي لو سمحتي اطلعي بسرعة. يلا تعالي لهون، استني. يلا امشي. تعالي. حبيبتي ما عاد في داعي انك تخافي منه. ايه انت هلا بامان، تاكدي. عديهم، رح جيب لك كاسة مي تشرب، بعدين رح خبر عيلتك انك موجودة هون، واكيد رح يجوا ياخدوكي. يلا خدي، انتي لا تاكلي هم شي ابدا. ها بيتنا صار استراحة، ما هيك؟ يعني الكل بده يجي عليه ويرتاح؟ لانه بالاول اجا ساهيل لعنا، بعدين هاي البنت اجت. احكي، مين جبتي معك هالمرة لهون؟ ايه يا بنت، شو اسمك لشوف؟ انت اللي شو اسمك؟ ها؟ ها؟ سوميا واقف عندك، انت كيف دخلت على بيتي هيك؟ خليك بعيد عن البنت. ماما اتصلي بالشرطة فورا. سوميا انت ليش؟ خليك بعيد. مين انت لحتى توقفيني؟ مين انت؟ وليش عم تلحقها للبنت؟ أساساً كيف بتسمح لنفسك إنك تلاحق بنت صغيرة مثل هي؟ أنت لازم تخجل من حالك. اسمعي سكوت، ولا حرف. هلأ فيك تحكي شو ما بدك قدام الشرطة. مدام اسمعيني، أنا ما بيهمني مين أنت، أنا ماني خايفة منك. ماما اتصلي بالشرطة بقى. إيه إيه عم بتصل. ممكن أحكي؟ هاي بنت أختي، أنا بكون خالة. خالي أنت سيء كتير. وأنت على طول بتسيئي التصرف هيك. بنتي أنت كذبتي علي؟ هذا الكذب غلط كبير، ما بتعرفي هالشي؟ شيلونا من هالحكي هلأ. ما قدرتي تروحي على بيت غيرنا وتساوي مشاكل غير عنا؟ آسف كتير مدام، هاي البنت ما بتسمع من حدا. لأنه خالي ياش ما بيسمعني أبداً. بالحقيقة لأنه هي بدها ياني اتزوج بقى، هي بتضل بتشوف صور النسوان وبتدبر لي لقاءاتهم، وإذا أنا رفضتهم تهرب دغري. هيك صار. سوميا؟ خالي عمره 40 سنة، ليش ما بيتزوج؟ بدي يتزوج دغري، أنا صرت عمل منه كتير. سوميا آسف، أهل سوميا مو موجودين، أنا اللي بقيت عم أعتني فيها من 5 سنين، وهي عم تدور لي على زوجة من زمان. طيب بلكي البنت طلعت مو منيحة؟ هي ما رح تكون مملة مثلك. سوميا ما بصير تهربي نهائيا، هذا غلط كبير. طيب بلكي صار لك شي مو منيح. بس يعني انا بدي خالي يتزوج بقى. بعتذر
من هذا الوضع الغير مريح. ولا يهمك أبداً، أنت ما سببت لنا أي شيء، نحن عنا عادة إنه منضل منتدخل بمشاكل العالم الثانية، مو هيك؟ على فكرة، إذا بتعرف لك شي حدا عم يمرق بوقت صعب كتير، حاكي وقل له يجي لعنا لهون، لأنه هاي بنتي فيديكا بتحل مشاكل كل العالم. ماما، خلصنا؟ بعتذر، رح نروح. تفضلي. فيك تقولي للشرطة أنهم ما يجوا؟ إيه ماشي. استنى شوي. طبعاً أنا اللي لازم ساوي كل شيء. أنا آسفة كنت سيئة معك. مو مشكلة. الناس بيترددوا بمساعدة الغريبين. وبعدين بسببك أنت لسه الإنسانية موجودة بهالأيام. بالمناسبة أنا ياش. ياش كومار. فيديكا ماثور. انتبهوا كلكن وما تنسوا هذا اليوم أبداً، لأنه اليوم رح تكتشفوا شو بيصير لكم إذا طلعتوا ضد عائلة أجراوال. نيدي، تعي لهون. أنجانا، اعتذري منا قدامنا. يلا اعتذري منا لشوف. نيدي بنتي، أنا أذيتك كتير بعرف، لأني منعتك إنك تكوني مع ابني وحاولت بعدك عنه. رجاءً سامحيني، أنا بطلب إنك تسامحيني. مو هيك أنجانا، قربي لعند نيدي واعتذري منا. مزبوط. نيدي، قربي لقدام لشوف. انتي ما عم تسمعي شو عم بحكي انا؟ عم بقلك قربي لعندها. يلا نيدي، قربي كمان. ساهيل؟ أمي ما رح تتنازل لحدا، عم تفهموا؟ أو تتمنى تاخد الرحمة من أي حدا؟ أنا جاي على بالي أضربك وقدام الكل كمان، بس أمي زرعت فيني خصال كتير منيحة، علمتني إنه الرجال ما بصير يسيء معاملة النسوان أو يهينهم، وخاصة قدام الناس. وانت يا عمتي بيملا مانك مرة تبع مبادئ أبدا، فهميني كيف فيك تساوي هيك بالمرة اللي كانت دائما تعاملك باحترام؟ ما فكرتي بهذا الموضوع قبل ما تعملي هيك؟ بس أنا مبسوط إني اجيت على البيت بالوقت المناسب، لأنه بعد اللي شفته هلا أنا بفضل إنه موت على إنه شوف أمي عم تنهان.
يا ريت كمان تعلقي صورتي على الحيط وتزينيها بالورد.